سبب انتشار اي حاجة هي سهولة تنفيذها. انك بعد ما بتعرف الفورمولا عاملة ازاي انت اصلا مش لازم تبقى فيه فورمولا، انت بس كل اللي انت عايزه انك تألف كلام انت حاسه على البيت ده، والبيت اصلا موجود يا سيدي، كمان مش مضطر تعمله. بعد شوية لما تبقى معروف يبقى هاتلك روح للبروديوسر يعمل لك البيت. فدي احلى حاجة فيه، انك بتعبر عن اللي جواك دلوقتي، وكل الملكة اللي لازم تبقى عندك بس انك تعرف تعد. ما بين الاربعة دول قسم ما بينهم، قول اللي انت عايزه. تا تا تي كا دا دي دا تا 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 كا تا كا تا كا تا كا تا كا تا 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 تا. هما نفس الاربعة، هتعمل عليهم حاجات كتير جدا. عشان كده لو حد مزيكاتي مع حد بتاع راب هيخليه يطلع منه حاجات تانية مختلفة، لانه هو عارف هو كمان الفور دولت هيحط في ما بينهم ايه، التوزيعات اللايرز هتبقى عاملة ازاي، فهيعملوا حاجة ايبك مع بعض.